يقول السائل: عندي عمال غير مسلمين يشتغلون في مزرعتي، فهل يجوز أم لا مع العلم أن عندهم ولاء للعمل؟ ما دمت تجد العمال المسلمين فلا تشغل العمال الكفار، لأن المسلمين أولى بهذا العمل، ويكون تكون الرواتب التي تعطيها بأيدي مسلمين ينتفعون بها، ولا تكون بأيدي كفار. ما دام هناك عمال مسلمون يحسنون العمل فلا يجوز لك أنك تشغل الكفار.